صناعة الدواجن مهمة جدا جدا. مين فينا بالبلدي كده بياكلش فراخ ومنتجات الفراخ كل يوم؟ مكون أساسي ومكون كمان يعني إلى حد ما في متناول الجميع في إيد كل الناس، لأن طبيعي دايما الطيور بتكون أقل في السعر شوية من اللحوم. طيب احنا داخلين على سيزون الشتاء، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يجعله كده موسم هادي علينا ما فيهوش امطار مزعجه او صقيع زياده شويه، فبالتالي ممكن يكون في عرضه اكتر للاصابه بانفلونزا الطيور. مش بس كده، في بعض المشاكل اللي ممكن تواجه صناعه الدواجن. وصلنا لغايه فين كمان في ظل التغيرات المناخيه المفاجئه؟ في بعض المشاكل في هذه الصناعة قد تكون لها علاقة بمستلزمات الإنتاج بشكل عام. تفاصيل كتير هنعرفها مع حضراتكم مع دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة غرفة صناعة الدواجن. أهلا بك دكتور. أهلا بك، منورني. ربنا يخليك، ضيف عزيز على قلوبنا وعلى اللون الأخضر من زمان، وحتى حضرتك بتبقى دايما موجود معنا في المداخلات التليفونية وبنطمن مع حضرتك أكتر على صناعة الدواجن. خلينا بقى نفكر الناس بموقعنا ووضعنا الحالي في صناعة الدواجن. لا، هو حضرتك في المقدمة تحدثت عن المشاكل المتواجدة في الثروة الدجنة والمتغيرات التي حدثت في فصل، الأخص فصل الصيف. لا، الصيف أولا، لأن ارتفاع درجات الحرارة اللي حدثت في فصل الصيف أدت إلى نفوق أعداد كبيرة جدا، عملت خسائر لبعض المربين في بعض المحافظات، أدت إلى خروج بعض الناس. لكن أنا عندي مشكلة في الوقت الحالي هي مستلزمات الإنتاج اللي أنت قلت عليها، ودي مهمة جدا. إن احنا عملنا عدة اجتماعات مع عدة جهات رقابية، مع المجلس الرئاسي عملنا اجتماع، قابلنا وزير الزراعة، اليومين الماضيين قعدنا مرتين مع السيد أو من قبل أيضا الجهات المعنية. لكن القضية مش في التحركات، القضية كيفية إن احنا في النهاية نصل إلى مردود على أرض الواقع يستفيد منه سواء المواطن أو المربي المصري، اللي النهاردة بنقول في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وصلها إلى 4750 جنيه، والدواجن بتتباع ب 11.5 رغم ان التنفيذ ب 10.5، فطبعا دي عامله خسائر كبيره جدا بالنسبه للمربين، وده هيظهر في المرحله القادمه، لان العلف غالي ولكن سعر البيع منخفض للغايه، وده هيؤدي الى خسائر فادحه من خلالها هيبعد المربي وبالاخص المربي الصغير. لان احنا بنقول للناس الكبار في صناعه الدواجن عندهم اليات وعندهم كل الحلقات، فممكن يكسب في حلقة يخسر في حلقة، يقدر يتحمل لأن بيتعامل من خلال السنة المالية، أما المربي الصغير بتشتغل من خلال الدورة الإنتاجية. فإحنا عندنا مشكلة هتيجي لنا في الأيام القادمة، فبنقولنا وطرحنا عدة حلول بالنسبة لمتخذ القرار، أنه يجب أن يتم التحرك من قبل الدولة نفسها أن هي تقوم باستيراد مستلزمات الانتاج الذرة والصويا. طب احنا النهارده بايه انتاجنا من الذرة او من الصويا الصفراء بالذات اللي احنا بنستخدمها؟ تقريبا احنا بنزرع 500,000 او 512,000 فدان تقريبا حسب احصائيات القطاع الاقتصادي، وانا طبعا القطاع الاقتصادي انا بأحييه على مجهوداته في هذا الصدد او تجميع البيانات، وان كان فيها بعض الخلل، لكن انا بقول على الاقل انا عندي داتا جيده موجوده في القطاع الاقتصادي. تقريبا 512,000 فدان بيدوني 1.5 مليون طن. طب انا احتياجاتي قد ايه؟ انا تقريبا بحتاج ل 8 مليون طن او 8.5 او 9، ده للدواجن فقط لا غير، يبقى انا بستورد تقريبا 7 مليون طن. انا عاوز اوفرهم، انا بيجوا لي من عند مين؟ في بعض المستوردين المتواجدين. بعض المستوردين استغلوا الفرصه في ظل عدم وجود وتوفير الدولار، رفعوا الاسعار، فحصل طفره كبيره جدا في السعر، حتى وصل طن العلف الى 5000 جنيه. احنا لما اتكلمنا مع الدولة وقلنا يجب ان تتحرك الدولة في هذا الصدد وان تقوم بالاستيراد هي بنفسها، وده الكلام ده يمكن اتكلمناه مع السيد وزير التموين، وانا على استعداد ان انا اقوم بتوفير الذرة والصويا باسعار التكلفة فقط لا غير، وفي هذه الحالة يستطيع ان يجنب حلقتين، الحلقة الاولى اللي هو المستورد الرئيسي ثم تاجر الجملة. صحيح. وفي الحالة دي يبقى انا هقدر اوصل سعر العلف الى سعر جيد، برضك هيبقى مردود لمين؟ للمستهلك البسيط، لان في النهاية تكلفة الانتاج هتقل. ده اللي احنا بنتكلم عليه في المرحلة الحالية، هل هنقدر نعمل الكلام ده؟ أنا رأيي نقدر. طب بعد كده نعمل ايه؟ نزرع. لأن أنا من المفترض، أنا زي ما قلت لحضرتك إن احنا بنزرع 512,000 فدان، بنزرع حوالي 32 لحوالي 35,000 فدان ذرة الصويا، الصويا بتديني كام؟ بتديني يعني رقم ضئيل جدا 35,000 طن، وأنا أصلاً بحتاج تقريباً 2 مليون، يبقى أنا عندي فجوة كبيرة جدا في الصويا، يعني تقريباً بستورد 2 مليون طن صويا.
بالاضافه للذره. يبقى انا عاوز ازرع ازود الزراعات بالنسبه للصويا، وايضا ازود المساحات المنزرعه بالذره الصفراء في فصل اللي هو الصيف والعروه النيليه، فبذلك اقدر على الاقل اوفر ما يقرب من 80% من مستلزماتي، ولكن لن يحدث هذا الا باتفاقات. الفلاح المصري غلبان وفقير وعاوز يعيش وعاوز ياكل، فما ينفعش ان انا ازرع وبشتري منه، لا ما ينفعش الكلام ده. لازم عشان اخليه يزرع يبقى انا اتفق معاه. الجمعيات الزراعيه اللي ربما بيكون غير متواجده او الارشاد غير متواجد دلوقتي في القرى والنجوع، يجب ان يرجع مره في ارشاد للفلاح، بالاضافه الى ان انا اديله البذور المنتقاه، والكلام ده قلناه 20 مره، بالاضافه الى ان اديله الكيماوي او السماد. السماد ما ادالوش شكارتين وهو عاوز خمسه، ويشتري من السوق السوداء، ما تكلفه الانتاج ترتفع عليه، بالاضافه ان احنا ناخد منه المنتج من خلال عقود ثلاثيه. اذا حدث هذا الكلام وتم تطبيق هذا الامر مع الفلاح، الفلاح هيزرع، مش هيزرع ليه؟ ما عاوز يعيش زي اي بني ادم بيعيش، لان النهارده احنا اللي اجبرنا الفلاح ان هو يطلع بره المنظومه ويروح يشتغل ساعي او يشتغل في اي وظيفه او الى اخره، واهمل الارض، انا ما تديلوش، مش هيعيش. انا عاوز ارجع الفلاح مره اخرى ان هو يكون منتج، عاوز اشوف المشاكل اللي عنده احلها، واقعد معاه بصفه مستمره واراعيه، علشان لن ترجع مصر قويه الا بالفلاح. حينما يزرع الفلاح وينتج غذائه على الاقل، يبقى انا جنبت مجموعه اللي انا بحاول اعمل عندها افران واديها. ده كان زمان ان اي فلاح لو راح البندر زي ما كانوا بيقولوا ويجيب عيش من البندر ده كان يتعاير بيه، يا عار بالنسبه له. النهارده خلاص بقت الافران موجوده في القرى، هينتج ليه؟ هيشتغل ليه؟ ده اللي احنا عاوزينه ونتحرك عليه. وبرضك في سياق هذا الامر ان احنا ما بنراعيش الفلاح، يمكن كنت اول امبارح من في الوزاره لقيت ناس من المنزله، ناس عندهم مشكله في المنزله، ناس واخدين ارض زراعيه حوالي 1000 فدان موجوده واخدينه بالايجار، واخد الفدان ب 250، فجاه الوزاره رفعت عليه ب 4000. طب انتاج الفدان عنده، سالت الناس انتاجكم قد ايه؟ قال ده احنا بننتج الفدان بينتج طن ونص رز وبينتج 5 أرداب بغله، لان بيزرع بماء الصرف، الصرف الزراعي. طب الناس دي انت عاوز تراعيها وتعضدها وتقويها ولا عايز تموتها؟ شوف المشاكل بتاع الناس، الناس قالت لي كده، وانا بعرض المشكله وبقول للسيد الوزير حلوا المشاكل للناس، ملكهم الناس بدل ما تاخد منه ايجار 4000، طب ما تملكها له، قول له احنا هنملك لك الارض وعلى اقساط متساويه، وتشوف هو عاوز ايه وتمده وتخليه ينتج. ال 1000 فدان اللي بينتج كلام فاضي ملوش قيمه، المفروض الفدان ينتج على الاقل 4 طن، 4 طن رز، بينتج 1.5. المفروض على الاقل فدان ينتج اللي بينتج 5 أرداب على الاقل ينتج لي 20 ارداب او 22 ارداب بغل، شوف الفرق قد ايه. صح. فاحنا عاوزين نراعي الفلاح عشان ايضا يتحرك ويثق في الحكومه ان هم ان احنا معاه، ده اللي احنا بنكلمه في الجزئيه الخاصه بمستلزمات الانتاج. بالظبط، يمكن حضرتك لخصتها بشكل يعني جيد جدا، ومن اهم هذه المشكلات برضو اللي كانت بتؤدي الى نفوق كتير جدا من الطيور هي انفلونزا الطيور. تمام. وكانت عامله ذعر الناس في فتره من الفترات، انا فاكر تقريبا في 2006 2006 كانت المشكله. صح. كبيره جدا. صح. وكنا حتى مقاطعين، انا بالنسبه لي كانت ازمه جدا، انا بحب الطيور والناس عزفت تماما عن شراء الطيور. فعايزين نتكلم مع حضرتك على اخر تقرير للفاو، والحقيقه ان هي اصدرت تقرير كان في تحذير هام جدا من انفلونزا الطيور. بالظبط. فعايزه اشتراطات، هو اللي حضرتك دائما وابدا احنا بنتكلم على موضوع فصل الشتاء، ان هو من الفصول الصعبه بقى لها سنتين تيجي شديده البروده، وده الجو الرطع الخصب اللي بتنتشر فيه الامراض الوبائيه. ولكن انا كمربي يجب ان يكون عندي اشتراطات، لابد ان يطبق عمليات الامن والامان الحي وداخل المزرعه، وعمليات بسيطه جدا لو كلنا التزمنا بيها دي بتؤدي الى تقريبا عدم دخول الفيروس الى المزرعه بنسبه 60%. لكن انا مشكلتي الاساسيه المتواجده ان المزارع متجاوره بجوار بعضها البعض، ده اكبر مشكله النهارده في القرى والارياف، تلاقي متجاوره مفيش بعد وقائي اللي هو حسب الخطة الوزاريه للمنظمه للصناعه، وبناء عليه لابد ان يتم اتباع اشتراطات امن وامان صارمه في ظل فصل الشتاء عشان ما ادخلش امراض وبائيه. ايه هي الاشتراطات البسيطه جدا؟ عايز سور حوالين المزرعه، عاوز بوابه رئيسيه، في مغطس عشان تطهير العجل والعربيات لما تخش، العنبر نفسه اللي انت بتخش فيه بتربي فيه، في حوض قدم عشان يطهر اي حد يخش، الشبابيك تكون مغلقه غلق جيد، عدم دخول القوارض الى داخل العنابل، عدم دخول اي طيور، الكلام ده كله بالاضافه الى التطهير والتعقيم داخل العنبر، عدم دخول اي فرد من مزرعه مجاوره الى مزرعتك الا اذا كان يتم تطهيره ويلبس اللبس الخاص عشان ما يدخلش اي امراض. اذا طبقنا الكلام البسيط جدا اللي احنا بنتكلم عليه ده ربما يمنع 60%، بعد كده نبتدي التحصينات والفاكسينات حسب
البرنامج التحصيني لكل دوره، وفي المفروض يكون في طبيب عنده او مهندس زراعي بيرشده او بيشرف على موضوع التحصينات. لكن انا بتكلم بقول ان احنا اتمنى دي جزئيه لسه جزئيه بتاعت التدفئه. انا عايزه اتكلم مع حضرتك على الجزئيه دي، اسمح لي، لاني دايما بحب اشوف الصوره واقعيه شويه، وخصوصا لما تبقى حاجه بتمس صحه الناس وسلامتهم. كام في المية الكلام اللي حضرتك بتقوله اللي قد يبدو ظاهريا بسيط على ما سمعنا احنا؟ تمام. ايه المشكلة لما انا اعمل سور؟ ايه المشكلة لما انا اعقم الناس اللي داخلين؟ ايه المشكلة لما احافظ على نظافة المكان؟ مشكلة الصور كام في المية؟ طب كام في المية من الناس بتعمل كده؟ ولو في نسبة كبيرة ما كانش في تدهور في صناعة الدواجن. مشكلة الصور ان لابد ان يتم اخذ موافقة الزراعة. يعني انا عامل منشأة والمنشأة موجودة ما فيهاش سور ومعايا ترخيص، لما اجي اعمل سور بيبقى في مشكله، لازم الزراعه توافق. الزراعه ما توافقش. ليه بقى؟ ما توافقش. بيقولوا لهم جيبوا الزراعه اسالوها، ده جابوا لنا حد من ايه؟ يعني السبب اللي حضرتك بتسمعه يعني هو عشان احنا هنجيبهم نقول لهم انتوا ليه ما بتوافقوش؟ انت واخد ترخيص بمثلا 1000 متر ما ينفعش تاخد، هتاخد متر من هنا بطول العنبر اللي هو 100 يبقى دي 200 والناحيه الثانيه والكلام ده، انت بتاخد مساحه اخرى بتهدرها. ده المقصود. لكن هو اصلا هو مزرعه موجوده، واحنا قلنا حسب قانون وزاره الزراعه، اصلا قانون الزراعه بيقول لك ان اي مشروعات ثروه دجنه او حيوانيه او سمكيه تعتبر مشروعات زراعيه، فهو مشروع زراعي اصلا في المقام الاول. بالظبط. فمفروض الزراعه تسهل هذا الاجراء، ولكن الطب البيطري حقيقه هو سهل الامر، قال ان لابد ان احنا نعمل ان شاء الله نعمل سلك شايك حوالين المزرعه بحيث ان احنا نعمل بوابه رئيسيه، بحيث لما تنزل السياره لابد ان يتم تطهيرها من خلال مغطس يغطي كامل العجل. هي سهله. ايوه. هو اللي عاوز يشتغل شغل، لكن انا لو انا خايف على المزرعه بتاعتي وانا عندي راس مال خايف ان يخش عليه المرض ان ما حدش بيعوضني، صعب جدا على بيجي التعويض واليات التعويض. طبعا. بتاخد وقت كبير يكون هو انهارت المنظومه بتاعتي. المسافه يا دكتور ما بين المزرعتين تقريبا ما لا يقل عن 500 متر الكيلو. 500 متر حسب 12 20 ل 2010، وده يمكن غير متوفر في ما فيش برضه، انا ما بشوفش كده كتير جدا غير متوفر. لكن القصه في ده احنا قلنا اذا كنا عاوزين ان احنا نطبق العمليات عشان نحجم نخش بالاون والاوت، كل مجموعة متجاورة مع بعضها، وده يتم تطبيق من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري المتواجدة في المحافظات، كل مجموعة متجاورة مع بعضها يعتبر وحدة واحدة، يخشوا في يوم واحد يخرجوا في يوم واحد، ففي الحج أقدر أحجم الأمراض الوبائية. ما ينفعش انت تدخلي في يوم وده يوم وقطيع يختلف عن قطيع وما إلى آخره، ده يبقى مشكلة كبيرة جدا. لكن ده في ظل المرحلة الحالية محدش هيعمل الكلام ده كله. انا عندي ظروف اقتصاديه صعبه جدا، عندي الوضع الاجتماعي للغالبيه العظمى من هؤلاء الافراد، واحد عنده مزرعه صغيره 5000، عنده ابنه وابنه الثاني شغالين معاه، ما عندوش فرصه عمل، فاكل عيش هو الموضوع ده، فهو خايف عليه. خلي بالك بالظبط، بيخاف عليه وبيحصل والكلام ده كله، لكن ممكن يتضرب في اي لحظه باللحظات، يجي له فيروس من اي مكان. فهي القصه الاساسيه تطوير وهيكله الصناعه. احنا اليات الدوله يجب ان تتدخل الدوله، موضوع ان انا الدوله ما تتدخلش ودي مش عارف ده قطاع خاص، ده كلام انا ما يعجبنيش الكلام ده ولا له قيمه. يجب ان تتدخل الدوله في عمليات التطوير والهيكله، لان انا عندي 70% من المنظومه في مشاكل. ولذلك انا يعني لما قعدنا مع السيد وزير التموين انا كان عاجبني فكره، يعني الراجل اتكلم وقال احنا عاوزين نعمل حاجه جيده، نعمل لينك بيننا وبينكم، سواء اتحاد منتجي الدواجن سواء الغرفه التجاريه، وايه قوه الغرفه التجاريه وايه قوه الاتحاد؟ الاتحاد اتحاد منتجي الدواجن انشئ بقانون وعنده كبار المنتجين، الغرفه التجاريه فيها كل الناس حتى فيها كبار المنتجين، لان لا يستطيع ان يعمل الا من خلال سجله تجاري، فهو ايضا معاك في الغرفه التجاريه، سواء غرفه القاهره سواء غرفه الجيزه، اي غرفه من الغرف، لكن هو متواجد. لكن هم كاتحاد دي قوه، ما قلناش ما نقدرش نقلل من قدرهم ولا قيمتهم، ولكن احنا كلنا بنعمل في منظومه واحده. أيوة. المنظومه ان احنا نزود الطاقه الانتاجيه ونحافظ على انتاجنا، بالاضافه الى المواطن الفقير الغلبان اللي هو مش قادر يعمل حاجه، قيمه الجنيه بتقل، ما عندوش مدخلات، عايز يعيش، عاوز ياكل فرخه. فرخه يكون تمنى زي ما حضرتك قلتي دي الملاذ الامن لكل افراد المجتمع، او هو البروتين الحيواني رخيص الثمن. فما كناش احنا نوفر له الكلام ده، ده الكلام زي ما قلت وزير التموين بيقوله، ولكن عاوز اليات. وزير التموين عاوز فرخه بوزن محدد، الوزن المحدد ده هيبقى تكلفته اعلى، فاحنا عاوزين نوفر العلف. هنقعد ندرس الكلام ده كله ان شاء الله، انا عندي اجتماع النهارده اخر النهار مع مجلس الاداره عندنا، وهندرس العرض بتاع السيد وزير التموين، اتمنى ان احنا نصل الى حل ونقعد اجتماع معاه تاني. وكل هدفنا ليس الربح، هدفنا الاساسي هو المواطن، كيفيه ان انا اوصل الفرخه للمواطن بسعر جيد، بالاضافه ان ما حدش يخسر ايضا، على الاقل ادفع الكهرباء الغاليه،
اشوف العماله اللي غاليه طبعا. اشوف كل حاجه غاليه. طب بس لازم اوصل المعلومه دي للناس. احنا هنتابع مع حضرتك كمان ماذا اثمر هذا الاجتماع ان شاء الله باذن الله، واتمنى انه يؤتي بثمار لصالح المواطن ولصالح كمان الصناعه والمستهلك. ما كانش حضرتك هيكسب مش ها. طبعا ناخد مداخله من استاذ احمد. استاذنك من الاهليه، اهلا بيك. ازيك يا استاذ اسراء؟ الحمد لله تمام. اتفضل. ازيك يا باشا؟ بخير اتفضل الحمد لله. تحياتي للضيف الكريم. اهلا بيك. الحلقه اللي فاتت معاك دلوقتي الدكتور كان بيقول على في غيامه على الفلاح ومن جهده انا بشاهد البرنامج كانت قلت يعني الراجل يعني ثواني. طب لحظه واحده، سمعت ردي ده؟ انا قاطعته على طول واستاذنته وقلت له ليس جهلا والفلاح المصري فاطن بطبيعته، ولكن ممكن يكون هو مش عارف المعلومه ولكن مش جهل. ما كنتش مركز يا حاج احمد في ردي ده. انا ما اقدرش اسمع ان اي حد في الدنيا يتكلم على الفلاح وحش وانا ما ردش. انا رديت بالنيابه عنك. انت رديت عليه، انت رديت عليه صحيح. او بس يعني انا ايه، انا الفلاح ده عنده افكار وعنده حاجات ممكن تعمل لكل حاجه في الدوله. طبعا عشان كده انا ما سكتش وحقك على راسي. لو انت زعلان انا بعتذر لك بالنيابه عنه. حقك على راسي. احنا بنعضد الفلاح ونقويه واحنا معاه في كل حاجه. لازم الدوله تهتم بالفلاح لان هو الاساس. احنا قلنا الكلام ده دلوقتي. حقك على راسي يا حاج احمد، انا بشكرك وما تزعلش ابدا. وانا فعلا ما قدرتش اسكت ورديت في نفس اللحظه. واي حد ايا كان هيتكلم على الفلاح وحش اعرف ان وراك ظهر متين. قناه مصر الزراعيه كلها موجوده عشانكم. ما ينفعش ابدا حد يتكلم عنك وحش. وانا رديت طبعا، واتمنى انك ما تزعلش ولا اي مزارع مصري يزعل طول ما احنا موجودين. وحقك على راسي مره ثانيه. اتفضل يا دكتور. احنا بقى عايزين نتكلم على نقطه ثانيه، على فكرة الهيكلة زي ما حضرتك اتكلمت. نسيت التدفئة. ما انا لسه هرجع لك اهو، اصبر عليا. الهيكلة مش هتتم بالشكل الجيد غير لما نحل باقي المشاكل. ومن اهم المشاكل اللي ممكن تواجه صناعة الدواجن هي كيفية تدفئة العنابر والمزارع. وفي نفس الوقت كمان يعني انا عايز اتكلم مع حضرتك على مشكلة تانية، كيفية النقل بقى. طيب يعني خلينا ناخد التدفئه الاول. التدفئه دي في سياق فصل الشتاء، وده طبعا عارفين فصل بيجي برد قارس، وبالاخص المناطق الشماليه من جمهوريه مصر العربيه دي تبقى البرد بيصل احيانا الى درجه صفر، وده طبعا بتكلف تدفئه اكتر من الوضع لما يكون درجه حراره 10 15 ده بيحصل مشاكل. التدفئه احنا اتكلمنا فيها مره واثنين وثلاثه، ويمكن العام الماضي عملنا ديل مع بوتاجازكو وقال انه هيوصل انبوبه الغاز الى المزارع ب 35 جنيه من خلال الافرع المنتشر في جمهوريه مصر العربيه. لكن انا النهارده في ظل الوضع الحالي الناس بتقول لك ان هي غاليه. أي. لكن انا قلت مش غاليه في ظل بجيبها 60 جنيه و70 جنيه فمش قضيه. اقترحنا مع جهات معنيه يمكن من قيمه اسبوعين ثلاثه ان يتم عمل انابيب بوتاجاز خاصه بالوان تختلف عن اللون الطبيعي، ده مخصصه لمزارع الدواجن. ومحدش يقول لي بقى، اي واحد مسؤول ما يطلعش يقول لي اصل الازمه بتاعه الغاز او البوتاجاز علشان مزارع الدواجن. ما انت عارف ان انت عندك مزارع دواجن وعارف ان احنا بندفيها، فانت ما تحطش يعني مشكلتك ان انت مش قادر توفر في مزارع الدواجن. يعني ما فيش داعي الكلام ده 100 مره يقولوه واحنا بنقول له من دلوقتي لو سمحت لو حصلت عندك ازمه ما تقوليش الدواجن. انت عارف ان احنا الدواجن بتعوز تدفئه في فصل الشتاء، وعارف ان فصل الشتاء بقاله سنتين قارس، ويجب ان تقوم كدوله بتوفير ما يجب توفيره لمزارع الدواجن دي. لازم توفر غذاء له مش بمزاجك. انا كدوله مفروض علينا اوفر البروتين الحيوي لكل افراد المجتمع. انا ما انتجتش هتستورد من الخارج، وده الكلام اللي احنا عمالين هننبه عليه. فموضوع التدفئه دي منوطه به الدوله، لابد ان يكون باسعار مناسبه. وبرضه بالمناسبه وزير التموين قال لي انا عندي استعداد ان انا اعمل لكم ديل بالنسبه للبوتاجاز. متشكرين جدا. كل الكلام ده كويس قوي، لكن عايزين بقى نيجي نطبقه على ارض الواقع. لازم يطبق على ارض الواقع من خلال اليات محدده. لسه عندنا اجتماع هنقول فيه دي موضوع التدفئه. دكتور استاذنك بقى ناخد مشاهدينا ونروح لفصل ونرجع بقى نتكلم بعد الفصل. بس انا برضو مش عايزه اي حد من المزارعين يزعل من الموضوع اللي حصل. احنا في ظهركم ومعاكم، وخصوصا بقى وانا موجوده لان بحبكم، مش عشان مذيعه في قناه مصر الزراعيه، ولكن انا بحبكم شخصيا عشان انتوا طيبين قوي. خلينا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عبد العزيز اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك. احنا كنا متوقفين عند نقطه التدفئه.
يعني انا قلت لحضرتك انت فادي عامل مهم جدا وبالاخص في فصل الشتاء لان بتتضاعف وبالاخص زي ما قلت في المناطق الشماليه، فاحنا بنتمنى ان هي الدوله تحط ايجابيه في توفير البوتاجاز والمزارع المتواجده والتي يمر عليها خطوط الغاز، ليه ما نوصلهاش؟ أيوة. وعلى تكلفه المزرعه، والكلام ده يمكن قلناه مره واثنين وثلاثه، يجب ان يكون في تحركات ايجابيه في الصدى. يمكن احنا في بعض المزارع وجوهم لينا وقالوا ان احنا بعتنا خطاب للسيد وزير البترول اللي هو النهارده رئيس مجلس الوزراء، فلحد النهارده ما حدش رد. طب ما ردتش ليه؟ الناس بتقول لك وصل لي الغاز وانا هدفع التكلفه. طب ما بتتحركش ليه معاهم وتشوف ايه المشاكل؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. يمكن بقى الهيكله والتطوير والتحديث، ودي اليات احنا بنتكلمنا فيها يمكن مره واثنين وثلاثه، وكان في خلل جسيم صحيح من الجهات المعنيه والاخص اللي هم الدوله اللي انا اقصده. الدوله ممثله يمكن في مجلس الوزراء، ممثله في وزاره الزراعه، وات ايفر مش مهم عندي بالنسبه لي، ولكن احنا اتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه يمكن منذ دخول انفلونزا الطيور عام 2006، وكان عندنا مشاكل كبيره جدا، وقلنا يجب ان يتم هيكله الصناعه. هذه الصناعه قامت على عشوائيه، ورغم ان هي عشوائيه استطاعت ان تحقق طفرات كبيره جدا وتصدر الى الخارج ويحدث عندي اكتفاء ذاتي، ولكن بعد دخول انفلونزا الطيور حصل عندي مشاكل متعدده. ما كانش عندنا ربما خبرات تراكميه، او احنا كنا متعاليين شويه على ان احنا مش ممكن يجي لنا، وانا كنت من ضمن الناس اللي اخطات وقلت صعب جدا تيجي عندنا انفلونزا الطيور، لان انا جوي مش مسطول السنه وما عنديش مش عارف ايه، ودي لازم درجه بروده، فكلنا اخطانا، ولكن مش عيب. العيب انك تتدارك هذا الخطا وتقول الصواب، ده اللي احنا اتكلمنا، لكن ما زال الوضع الخاص بالهيكله ما زال محلك سر. اتكلمنا مره اثنين وثلاثه، قابلنا كل يمكن من 2006 قابلنا بتسع وزراء او 10 وزراء، اخرهم وزير الزراعه الحالي انا قابلته الخميس الماضي واتكلمت معاه على موضوع التطوير والهيكله والتحديث، واديته شويه اوراق، وقال قلت له يعني ما ينفعش ان انا اطلب حضرتك ويكون عندي مشكله اجي لك بعد شهر، بس كنت انا المنوط بالثروه الدجنه او انا الممثل للثروه الدجنه على مستوى الجمهوريه، ولما قابلك بعد شهر. ده طبعا كلام صعب جدا، اذا كان حتى عندي مشكله وعايزين نلحقها مش هنلحق نلحق خلاص بقى، مش هنقدر نتدارك حتى طبعا. حتى لو بدانا نحل خلصت الليله. فانا اتمنى ان لما يكون في مشكله ونطلب سيادتك بصفتي، ان انا بقول بصفتي رئيس شعبه الثروه الدجنه، فمفروض ان احنا بعد يوم مباشره نتقابل. الراجل قال خلاص ان شاء الله في لينكات بيننا وبين بعضنا، قلت له احنا عايزين نطور، عايزين نحدث، اتكلمنا على العلف، اتكلمنا على الزراعه، اتكلمنا على التحصين والفاكسينات، اتكلمنا على البورصه، اتكلمنا على موضوعات كثيره جدا، ولكن القضيه الاساسيه مش الكلام، الايه القضيه في تفعيل الكلام اللي احنا قلناه. هل فعلا في المرحله القادمه هنقدر نفعل الكلام ده كله؟ ويمكن انا في احدى القنوات تحدثت ان احنا النهارده مجلس الوزراء الجديد يجب ان يكون له رؤيه جديده ويضع استراتيجيات لكل المشاكل المتواجده، سواء المشاكل في الزراعه، سواء المشاكل في الصحه، سواء المشاكل في التعليم. طبعا. بالنسبه للتعليم بعد اذنك معلش لو سمحت جت هي بظروفها. طب تيجي نتكلم في التعليم بعد ما ناخد الحاج محمد؟ ماشي يا فندم. يلا بينا. حاج محمد من الاهليه اهلا بيك. استاذ. اهلا بيك اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبالف خير. صباح سيادتك بصبح على ضيفك الكريم. ربنا يخليك. صباح الفل عليك. بالنسبه للدواجن انا كان حلت 4 فدادين ونص اللي حلت بالدنيا. فحبيت ان انا اعمل المشروع ده. الكلام ده كانت سنه 1980. تمام. 1980 من سنه وطلع معايا لسنه 2000. كسرت الـ4 فدادين ونص والله العظيم يا استاذ. بالنسبه للدواجن دي كانت سنه ايام فسايه الفن ديت كانت نكس على جميع مصر. ليه ايه اللي حصل يعني وقتها؟ كانت نكس على في المزارع كلها فسايه الفن دي. ايه اللي حصل يا حاج محمد؟ نعم؟ ايه اللي حصل وقتها؟ كان في مشكله اللي ايه؟ اللي حصل وقتها كانت السلاله نفسها اللي انا كنت مشيت عند واحد دكتور بتاع مزارع فكان بيديني العلف وجيب لي الفرخ اللي هو اللي مفروز. ايوه. فطبعا ما كنتش اقدر ارجع الفرخ عشان خاطر ان انا راجل عليا شيك وعليا فلوس. فكان الفرخه كانت سلاله وحشه اصلا، كان الكل بيتباع ايامها بكام؟ ب 190 قرش و 195 قرش. كان الواحد بتبص للشيل لما يجي في الكيلو. وكان العلف ايامها رخيص ب 800 جنيه. انما الايام دي الكيلو ب 15 ووصل ل 20 جنيه. وبرضه بخسر. طب ايه الوضع عندك دلوقتي؟ يعني انت لسه مستمر في الموضوع؟ لا يعني بطلت. بطلت. لو والله بطلت. لا والله بطلت لان من الخساره لان بعت الارض. طب عايز تقول دي حاجه تزعلنا والله يا حاج محمد. الناس تنزل سلاله حلوه في مصر. تمام. لان رب المنزل النهارده يا استاذ النهارده بتربي الفراخ البيضه دي.
ايوه صح صح عندك حق. انا بشكرك يا حاج محمد، شكرا جزيلا ليك. دكتور عايزين نعقب على النقطه دي. لا هو بيتكلم ان هو من سنه 1980 كان شغال في الدواجن، يمكن كان عنده مشكله، مشكلته الاساسيه ان هو كان بيجيب من بعض الناس بيجيب الكتكوت والعلف، ويمكن تحصين ما كانش فيه تحصين او حاجه من الكلام ده، بياخده بالاجل. فما ينفعش ده انا عشان انا مضطر اخد بالاجل وانا كاتب ايصال امانه ياخد سلاله جايله وتموت منه ويقول انا مش هقدر ارجعها. ما ينفعش، ما انت اللي هتدفع في النهايه، ما انت اللي هتخسر، ما تجيبش. بالنسبه للمنتجات، احنا في سنه 2009 2010 كان عندنا مشكله في القطعان الامهات، ومات 50% من قطعان الامهات، واستوردنا من الخارج، استوردنا من عده دول، استوردنا من تركيا، استوردنا من فرنسا، استوردنا من المجر، استوردنا من هولندا، استوردنا من دول كثيره جدا. للاسف الشديد الاستيراد اللي احنا جبناه كان افضل مليون مره من المنتج المصري. يمكن كانت الطيارات بتيجي من بره، تيجي من بره وتنزل تروح الصعيد ما يموتش كتكوت. ايوه في حيويه، في تجانس، ما فيش مايكوبلازما، ما فيش مش عارف. فانا ليه احنا في ظل وجود علماء وفي ظل وجود ناس افاضل ليه ما نحافظش على السلالات بتاعتنا ونحاول قدر الاستطاعة ان احنا نعمل تهجين سلالات جديده مقاومه الامراض الوبائيه في ظل الظروف المصريه. ده اللي المفروض. هو ربما خسر، وده انا رايي الشخصي كان خطا ان هو معهوش فلوس فعاوز يشتغل من حضرتك، فانت بتستغل الفرصه دي، مش انت يعني بتستغل الفرصه تجيبي له سلاله. هو اكيد لو كان عنده علم بالموضوع ده ما كانش يعني ما هو من ايوه ما كانش حصل اللي حصل. ايوه صحيح شغال، يعني بقاله 20 سنه عنده خبرات. النهارده الفلاح اللي عنده مزرعه عنده وعي وادراك وفاهم كل صغيره وكبيره. بس انا يحزنني ان هو عزف عن الموضوع خالص، خلاص من اللي شافه عشان خسر. ما بقول لك ان انا ده انا خسرت الاربع فدادين. طب ما ده هيخليني بقى اسال حضرتك، عشان الناس اللي خسرت تعوض خسارتها ان شاء الله، وعشان الناس اللي لسه ان شاء الله هتقبل على الدخول في صناعه الدواجن يعملوا ايه؟ واهم الاولويات اللي يهتموا بيها او اللي لازم يشترطوا انها تكون موجوده من خلال اقامه هذا المشروع. نمره واحد، ما عادش في حاجه اسمها نظام مفتوح. تمام، بمعنى لازم يكون نظام مغلق، النظام الاوتوماتيك، انسي النظام التقليدي العادي. أيوه. خلاص ده انسيه خالص. ليه؟ لانك النظام المغلق بتتحكم في كل شيء داخل العمر، سواء في العلف، في الميه، درجه الرطوبه، الحراره، ابصر، كل الكلام ده بتتحكم فيه وانت قاعده بره من خلال الكنترول. ممنوع حد يخش عندك جوه خالص العنبر بتاعك، وده تعملي تحكم كامل لكل ما هو داخل العمر. يبقى لازم اول حاجه النظام التقليدي خلاص ننساه، ولذلك في التطوير والتحديث والهيكله يجب ان احنا نغير النظام كله الى النظام الاوتوماتيك اللي هو النظام المغلق. ده نمره واحد. في ابعاد وقائيه طبعا مفروض حسب القوات الوزاريه اللي هو 12-20، وانا مش عاوز 12-20، وجهه نظري انا الشخصيه، يمكن يتفق معايا ناس كثير جدا من الهيئه العامه لخدمات البطاريه. انا بنرجع الى 906 2008، وهذا القرار بيدوا البعد الوقائي مش 500، بيدي كيلو، في ظل ان انا بعمل خطه استراتيجيه طويله الامد علشان انا ل 100 سنه 150 سنه حسب الزياده المتردده تعداد السكان، يبقى انا المفروض اعمل نظام جديد خالص ومحدش يجي حوله. وده النظام اتكلمت فيه في المليون ونص فدان اللي هم بيقولوا ان احنا هيستصلع، يجب ان يكون ليه مشروعات في زراعه وفي مشروعات تقام على الزراعات المتواجده من ضمنها الدواجن ومن ضمنها الانتاج الحيواني. فده اساس عندي، لازم الاشتراطات اللي انا اعملها الجديده بعيدة عن الكتله السكنيه، الكيلو ارجع لل 906، بالاضافه ان يكون نظام كلوز. في الحاله دي اقدر اسيطر على ما هو داخل العمر، ويكون طبعا في الصحراء خلاص ما عادش في حاجه اسمها في الايه؟ في الاراضي الوادي والدلتا. ده اساس عندي لازم اعمله، وده يجب ان تعيه الدوله اللي هي المفروض تتحرك تحركات ايجابيه مع الناس اللي هم صناعه الدواجن، اللي هم اصحاب المهن. في ظل ان احنا بعيد عنها ده خلل جسيم جدا، الدوله ما تسيبش الدنيا كده. لازم تتحرك، والدولة هي الأساس في الهيكلة، لأن هي اللي بتحدد الأراضي. المفروض إن أنا في ظل القرارات الوزارية المنظمة للصناعة إن أنا أخصص أراضي لموضوع هيكلة الدواجن، والكلام ده يمكن اتكلمنا فيه اللي هو القرار رئيس جمهورية رقم 4 اللي صدر في 6/1/2011، ده 180 ألف فدان، ولحد النهاردة ما حدش عمل فيهم أي حاجة. برضك نسينا نقول الحته بتاعت الايه؟ التعليم. طب ممكن نقولها بسرعه؟ المفروض التعليم يعني انا النهارده احنا بنقول ان احنا عاوزين نعلم الناس، لان دول ابناء المستقبل، هم اللي يحملوا الرساله بعدين. هل ينفع ان انا مدارس النهارده يخش الساعه 6:30 7 يطلع الساعه 10:30؟ ما ينفعش. هيتعلم ايه؟ صح. ما احنا بنقول بقى هيتعلم ايه؟ ده اللي احنا بنقوله، ان احنا مجلس الوزراء الجديد يجب ان يضع خطط استراتيجيه طويله الامد في كل حاجه، صحه، تعليم، زراعه، علشان يبقى في رؤيه مستقبليه، سواء قعد بقى هو كرئيس وزراء، سواء وزراء جم تاني يكملوا المشوار، ده بس اهم من حاجة. حاجات يتم تطبيقها على ارض الواقع. بالظبط. نورتني وشرفتني يا دكتور، كنت سعيده جدا بوجودك معانا. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه غرفه صناعه الدواجن، شكرا شكرا جزيلا ليك.
مشاهدينا في كل مكان وتحديدا الفلاحين، احنا كلنا موجودين عشان خاطركم انتوا، عشان احنا القناه اللي بتعبر عنكم، دايما موجودين معاكم عشان نحل مشاكلكم، احنا لسان حالكم. مره تانية لكل الناس اللي لسه ما نزلتش وشاركت في العمليه الانتخابيه، انزلوا وشاركوا، واتمنى ان شاء الله الخير لمصر. اشوفكم ان شاء الله على الف خير. كنت معكم اسراء عادل، والى اللقاء.